الوصية إخفاء وإعفاء هارون والظبا، إصلاح الفكر والعقيدة والأخلاق. قال عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال الإمام الصادق عليه السلام: القبور لا يبنى عندها مساجد. أين القبر؟ الله العالم. الوصية بالإخفاء والإعفاء، القبر فارغ يقينا. قال الصادق عليه السلام: ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الأرض بأكثر من 3 أيام ثم ترفع روحه وعظمه ولحمه إلى السماء. التراث الشيعي والإسلامي اتفق وأطبق على منهج وسيرة فاطمة وعلي والأئمة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدم رفع قبورهم عليهم الصلاة والسلام أكثر من 4 أصابع، عدم تدسيس وعدم تطيين القبور، عدم البناء على القبور. النبي وعلي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام قد أمروا بتهديم القبور وطمسها وتسويتها. قال أمير المؤمنين عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هدم القبور وكسر الصور. قال عليه السلام: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته. من كتب الشيعة وتراثهم أثبتنا يقينا سيرة النبي وعلي وأهل البيت عليهم وعلى جدهم الصلاة والسلام في النهي عن أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه، النهي عن رفع القبر أكثر من 4 أصابع، النهي عن تدسيس القبر وتضيينه، النهي عن تحديد القبر وتجديده، النهي عن البناء على القبر، النهي عن اتخاذ القبر عيدا وموسما، النهي عن اتخاذ القبر قبلة، النهي عن الصلاة على القبر، النهي عن اتخاذ القبر والمقبرة مسجدا. سؤال: أوصى أمير المؤمنين عليه السلام بإخفاء وإحفاء قبره، وقد نفذ الحسن والحسين عليهما السلام الوصية، وقد التزم أئمة أهل البيت عليهما السلام بالوصية، فمن أين جاء التراث الشيعي بمئات القبور له عليه السلام؟ سؤال: هل هارون الرشيد وكلابه وصقوره تقات وأثبات وأصحاب كرامات ومجسمة وقبورية، فتم بجهودهم وفضلهم وبركتهم اكتشاف القبر وإظهاره وبناؤه؟ في التراث الشيعي والإسلامي قالوا: دفن الإمام علي عليه السلام فيه